يومين ما عندناش الضوء. هذا هو علاش تيديروا منا، بعض المرات تيمشي لنا الضوء خمس ايام ربع ايام تنقعدوا بلا ضوء، والناس عندهم اللحم ديالهم عندهم ترك عارف النيت. صافي هادشي اللي كاين، ما كاين لا صداع لا والو لا والو، باغينا هما الضوء صافي. تيم قاطعين علينا الضو، كاين الدراري تيقراو، انا جاي من الخدمه، تليفون هو اللي نوضني من الخدمه، خاصني نفيق مع 6 الصباح، التليفون دابا عندي 1%، يعني انا غدا نقدر نبقى ناعس مع تماره. نتمنى من الله ان شاء الله خوت المسلمين ديما يكونوا في مستوى عاليه، ونتمنوا من الله يحسوا بينا، والله يحس بالجميع، ونتمنوا من الله الجميع جميعا ان شاء الله كل حسن السير. الله الضو من البارح هو ماشي لينا، كيقولوا حقوق الطفل، كاين الدراري باقيين دابا لا صوبه لا والو، وحنا باقيين كنتسناو، قالوا لا غادي يجيو مع الخمسه ما جاو شيء. واليوم حنا كننتظروا الله وسيدي محمد السادس. ترى ثلاث ايام وحنا بلا ضو، والدراري تيحفظوا بلا ضو، وحنا ما في حقناش ما الضو، حنا ثلاث ايام وحنا ندير. والدراري تيديروا بلا ضو بلا يديك بلا خليك، صبرنا تعينا وحنا جينا تندافعوا على حقنا. احتجينا كيف كتشوفوا، جات السلطه المحليه في صفه الدرك الملكي، جات وما حقهم من حقهم انهم يجيو يسرحوا الطريق، لان هذا الواجب ديالهم، ولكن حنا من الواجب ديالنا اننا نوصلوا الرساله ديالنا. فعلا وصلنا الرساله ديالنا، وصلنا بالمسؤوليه، ماشي بمسؤوليه، وصلناها بمسؤوليه. الناس ديال الدرك الملكي والناس ديال السلطه المحليه عطاونا وعد انه غدا ان شاء الله مع التسعود غيجيو الناس المسؤولين على القطاع اللي هما ليديك، وغادي يحلوا هذا المشكل ديال التيار الكهربائي اللي تقطع دابا 48 ساعه. حنا وعدنا الناس، خرجنا عند الناس، هضرنا معاهم، تكلمنا معاهم، سرحنا الطريق الحمد لله، على اساس انه راه غدا ان شاء الله مع التسعود الصباح غادي يجيو الناس ديال ليديك ويكملوا المسؤوليه اللي عليهم. هادشي يا اخوان اللي كاين، وكنشكروا دائما الصحافه اللي كتواكب دائما المواطنين وكتعيش معاهم الهموم صراحه، لانها كتلقاها دائما في المحطات الرئيسيه، كنلقاو الصحافه موجوده. خويا الله يجازيكم بخير، حنا كنطلبوا بالاناره. الاناره راه ضروري، راه لا يعقل، راه الدراري كيقراو، راه الدري خصو يحفظ، خصو شحال من حاجه، راه ضروري من الضو خصو يكون، راه ضروري خصو يديروا شي حل مع هاد الناس، ما يبقاوش يضحكوا على عباد الله. حتى العشرة حتى التسعود حتى الهادي حتى الهادي، خاص ليديك مهما كان مشكل خاص ليديك تجي تصاوب داكشي، هذا هو الحل الوحيد اللي كاين. بقاو شنو السبب علاش؟ لحد الآن ما عرفتش، أنا جيت من الخدمة دابا ما عرفتش شنو السبب علاش؟ ما عرفناش شنو السبب. السبب واضح، هو انقطاع التيار الكهربائي لمدة ديال 48 ساعة. للأسف أنه هذه 48 ساعة والتيار مقطوع، ما لقيناش شي أذان صاغية نهائيا. التجأنا للناس المسؤولين، التجأنا الناس المسؤولين على 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 القطاع، حتى واحد ما جاوبنا. ف ملي ما كتلقاش اذن صغير كتخرج دير الاحتجاج ديالك، والاحتجاج هذا اللي احتجاج شرعي، واحتجاج منطقي شرعي. المواطن عنده الحق انه يحتج الى واحد الحق من الحقوق ديالو انه تنقصات او ضاع فيها. وللاسف حربيلي راه كنعرفوه، حربيلي اللي هو مهماش من قديم، همشاتو السلطه، همشوه المسؤولين، وكنجيو عاوتاني المشكل ديال التيار الكهربائي وكنتهمشوا فيه، عيب حشومه. حنا كنعيشوا دابا في واحد الظروف اللي هي صعيبه بزاف، ظروف لان التلميذ، ظروف اولا ان التلميذ كيتلقى الدروس ديالو عن طريق عن البعد، كاين تلاميذ حاليا كيتلقاو الدروس ديالهم عن بعد، ما عندهمش التيار الكهربائي، والوسيله الوحيده باش يتلقى الدرس ديالو هي داك التيار الكهربائي، وكذلك شبكه الريزو اللي هي الويفي. اذا هاد التلميذ هذا راه ضاع عليه 48 ساعه، ضاعوا ليه الدروس ديالو، ضاعوا كذلك الناس اللي مراد مساكن، كاين الناس اللي مراد، واحد العدد ديال الناس هنا اللي مريضه بالسكر، عندها البراوات ديال الانسولين، عندها الدواء اللي مستحيل انه يبقى 48 ساعه بدون مبرد. هذا شيء خطير. حنا اللي كنلتمسوا الان هو انه هاد الناس ديال السلطه وهاد الناس المسؤولين على القطاع انهم يلتفتوا لهاد الناس ويجيو ويحقوا الوعد اللي وعدونا به. بغينا التغيير في زناتشا وفي حربيلي بالضبط، حربيلي والناس فيه، في اساتذه، في دكاتره، في صحاب اللابومبيه، وعندنا رجال والدينا مسنين، عندنا القوادز، الضايات، تيرانات ما كاينينش، الدراري ما عندهمش فين يلعبوا،
الشانطي صغير، الضو ديما تيقطعوه علينا، بغينا البديل، بغينا البديل، تمناو من الله ديما نكونوا القدام، نزيدوا القدام باش الشباب ولاو واعين، وان شاء الله من هنا القدام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.